ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. تحت قبة الكونغرس يجتمع موظفون ومتدربون لسماع خطبة الجمعة، ومن ثم يقيمون الصلاة، فهم يحرصون على أداء هذا الواجب الديني حتى في داخل أشهر مبنى تشريعي في الولايات المتحدة، مبنى الكونغرس، مع عشرات الموظفين. يجلس معز مصطفى الذي يعمل في مكتب السناتور الديمقراطي بلانش لينكن، وبمجرد انتهاء الصلاة يسرع معز إلى مكتب السناتور لمتابعة عمله. معز ليس بحالة فردية، فهو ينضم إلى 50 موظف مسلم يعملون هنا. مهم جدا أن واحد يكون من أصل عربي أو خصوصي مسلم يشتغل بمكتب سناتور، لأنه أول شيء أكترية السناتورز يعني ما عندهم فهم عن الإسلام وعن العرب، وعندهم صورة مختلفة عن الصورة الحقيقية للمسلمين. والأهمية تكمن في القرارات التي يتخذها الكونغرس تجاه الدول العربية، فنشاط المسلمين في المبنى يساهم إلى حد كبير بتسليط الأضواء على القضايا التي تهمهم، وهذا النشاط أدى أيضا إلى تشكيل جمعية لموظفي الكونغرس المسلمين تجتمع دوريا وتضم حوالي 70 عضوا، تقوم بنشاطات اجتماعية مثل إعداد حفل إفطار في شهر رمضان أو الاهتمام بالمتدربين الذين يمكن لهم لاحقا أن يلعبوا دورا نافذا في السياسة الأمريكية. أنا ولدت بدمشق بالشام وأصلي فلسطيني، فعندي خبرة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعندي خبرة عن حياة اللاجئين الفلسطينيين بالدول العربية المختلفة، فعندي يعني فيني أعطي من خبرتي أحسن أعطيهم المعلومات عن حياة الفلسطينيين. ووجود نائبان مسلمان في الكونغرس يدعم قضايا المسلمين دون شك، وخصوصا وأن تأثير اللوبي المؤيد لإسرائيل في المبنى نافذ وقوي، لذا هناك حاجة للعمل الدؤوب. لكن المسلمين العاملين هنا لا يدعمون قضايا المسلمين فحسب، فهم أمريكيون أولا وأخيرا، وهم جزء لا ينفصل عن الجسد الأمريكي. ومعز الذي جاء كلاجئ فلسطيني وهو في 12 من العمر وعاش في ولاية كانساس يعمل أيضا لصالح القضايا الداخلية لضمان نجاح السناتور لينكن التي يعمل معها. نادية البلبيسي، MBC، واشنطن.